اما يجي هدب هنا حتى الهدب هنا هو حافظها موضوع الجوال. اذا كنت قاعد اشرح وحطيت الجوال بجيبي عادة عقب ما اخلص الشرح هدب على طول. فمن يوم ما ادخل الجوال بالجيب من يوم ادخل الجوال بالجيب من نفسه يتحرك يتوقع الهدبه. فاغير الجدول لما هدف بكتريوس مرات العكس لما اسحب الجوال توقع اني بهدف خاصة البسكة هذه توقع اني بهدف فقال يشيلها ومشي مسافة السوق مع انك طعم انه مستحيل ينجح او بالعكس يسوي ارضاء لك يعني مو هو بدي يستغلها وينطلق ارضاء لك فقط نعم وانت اتذكر تقول لا ترى الشيء ذا صار مني اذا تذكر اني قادر على تغييره لكن في الركوب الخاطئ الحصان مسويه غصب عنك ولا تستطيع منعه ولا يفكر الشخص انه اصلا يعود الحصان الموضوع منه في التمارين لما تسوي تمارين وانت مثل حدثها وشغلك الى حد ما صحيح بعدك كثر التمارين يجيك شخص دقته اقل وبعدك ما يبغى يكثر التمارين المواكبة لحالتك لو اصلا مواكبة كبر دقتها اقل نعم وبحدثها اكثر يترقي عدم دقته في حفظ الحمد بعدين لا يبقى صار الحصان يصير طبعا اكيد لها ميزاتها الفرد خلاص نعم يعني حفظ الحصان اشياء معينه بس ما تفيدني وقت الجد يعني طالما انك حفظت ده انه اذا